يا صاحبي ليش القدر يا صاحبي ليش القدر يحكم علينا انتو وكل ما اقول لقيت صاحب وكل ما اقول وكل ما اقول لقيت صاحب القاب سبع وجوه يا صاحبي يا صاحبي ليش القدر يحكم علينا انتو وكل ما اقول لقيت صاحب الكاب سبع وجوه اللي ينافك يا بشر اللي ينافك اللي ينافك يا بشر كل الخلق حبوه والصاحب الحر الوفي بين الخلق مكروه هذا الواقع اللي اللي ينافك يا بشر اللي ينافك يا بشر كل الخلق حبوه والصاحب الحر الوفي والصاحب والصاحب الحر الوفي بين الخلق مكروه واحترنا في طبع البشر واحترنا في طبع البشر إيش قد فيها طباع واحترنا في طبع البشر إيش قد فيها طباع مهما تلاقيها بوفا بتلقى وجه خداع واحترنا في واحترنا في طبع البشر ايش قد فيها طباع ولك مهما تلاقيها بوفا بتلقى وجه خداع وتفكر الصاحب وتفكر الصاحب وتفكر الصاحب ودك والأصل طماع لا تنصدم يا صاحبي لا تنصدم لا تنصدم يا صاحبي لو ينكشف لك ناع يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي
يا ويل يا ويل يا ويل علي ماله حدا يا ويل الناس 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 ما تخلي حدا بحاله الناس الناس ما تخلي حدا يا صاحبي بحاله واللي له عزة نفس واللي له عزة نفس بيحب إذلاله يا قلبي يا يما يا يما يا 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 قلبي الناس 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 ما تخلي حدا يا صاحب بحالة واللي له عزة نفس بيحب إذلالة رد الحمل يا صاحبي رد الحمل رد الحمل يا صاحبي رد الحمل يا صاحبي والله والله شيالة ما ريد نديت أحد كل واحد بحال مع تحيات الفنان أبو الكايد.